السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الفيزيس، احنا اتكلمنا عنها قبل كده في المغرب، بس المرة دي هنركز على موضوع التمبوراري. يعني لو في عندك حاجة هتاخد فترة معينة أثناء الشغل وبعد كده هتقف، تمام؟ على سبيل المثال مثلا الشدات الخشبية، فلو جينا هنا أنا مبسوط من أداة اسمها وودن فورم وركس، أختار منها مثلا إن أنا هقول له insert plate وأحطها مثلا هنا في الدور دوت، وهقول له انا عايز برضو احط الفرونت بانل، وكل دول نقدر نتحكم في الخصائص بتاعتهم، تمام؟ بعد ما حطيتهم وظبطت الارتفاعات وظبطت الاماكن بتاعتهم، تمام، وتقدر من الخصائص تغير اي معلومات انت عايزهم، دول انا مش يعني هشيلهم اول ما اصب الحاجات بتاعتي، تمام؟ فانا بقول له دي هتبقى كرييت في اني مرحلة وهتبقى ديمولش في أي مرحلة، تمام. فأنا لازم أعمل أكتر من مرحلة دلوقتي، فهدخل هنا مانج وأروح للفيسز، بلاقي عندي مرحلتين بس، نيو كونستراكشن وتستنج. طيب دي بقى هتبقى في مرحلة مثلا هنا، مثلا أختار هنسميها تمبوراري، وممكن نعمل مرحلة تانية للفينش. ممكن التمبوراري ديت تبقى فيها الحاجة اللي هتتنشأ وتتقفل، تمام. وعلى فكرة في بعض الناس بدأت تعمل 4D جوه الريفت، يعني يعمل أداة وكل اللي يعمله إن هو في مرة يظهر المرحلة الأولى، مرة يظهر المرحلة التانية، ومرة يظهر المرحلة التالتة وهكذا، تمام. ممكن تعمل برضه مرحلة تالتة خلاص دي فينش وهكذا، أو زي ما تحب، تمام. طيب بعد كده هتلاقي هنا الفلتر، يبقى انا لما اختار مثلا المرحله دي ايه اللي هيظهر معايا، لما اختار دي ايه المرحله اللي هتظهر معايا. على سبيل المثال شو نيو هتبدا ايه الحاجات الاكسيستنج اللي تبقى موجوده فيها، وايه الحاجات اللي مش هتظهر فيها وهكذا. لما اكون مختار ديت مثلا، لا ده انا عايزها مثلا اوفر رايت، عايز ايه الحاجه النيو اللي موجوده، ده الفلتر بتاع كل مرحله، بحيث ان انا لما اجي اختار مثلا شو اول يبقى يظهر معايا ايه، وايه اللي وايه الديمونش، تمام، وايه التمبوراري. طيب وهنا الجرافيك، الحاجه اللي هي ديمولش هتاخد اللون دوت، الحاجه التمبوراري هتاخد اللون دوت، الفيسز دوت. فانا هاجي هنا اختار دول اهوت، ممكن اقول له ان دول هيتعمل كرييت في التمبوراري وهيتعمل لهم ديمولش برضو في التمبوراري، تمام. طيب هما دول اختفوا. طيب لو جيت هنا هلاقي ان هو في الفيسز دي نيو كونستراكشن، طب انا عايز التمبوراري، ظهروا دول في التمبوراري، هما واخدوا اللون بتاع التمبوراري، ممكن اقول له لا ده انا عايزهم في الفينش، تمام، اختفوا لان هو خلاص عمل حاجه وشالها وهكذا. فانا قدرت اتحكم في ايه اللي يظهر في الفيسز ديت وايه الحاجات اللي تختفي في الفيسز ديت. ونفس الفكره برضو هنلاقيها في نفس وركس او في سيكرو اي برنامج برامج دوت، يعني انت بتحدد حاجه هتظهر فتره معينه وبعد كده تختفي. لما انت بتظبط موضوع الشدات او الفورم ورك ده بيسهل عليك شغل كتير وبينظم الشغل وبيزيد موضوع السيفتي وهكذا.